لدى زيارة سموه لبلدية المحرق ولقاء أعضاء المجلس البلدي، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عددا من المشاريع الحيوية التي تخدم أهالي المحرق وتلبي احتياجاتهم. وقال سموه إن ما نراه مخططا على ورق نريده منفذا على الأرض وبسرعة دون إبطاء، خاصة وأن الحكومة هيأت كافة الإمكانيات لتنفيذ مشاريعها. ووجه سموه إلى إعطاء الأولوية والسرعة في التنفيذ لثمانية مشاريع تنموية بالمحرق، بدءا بالسوق المركزية الجديدة وإخلاء القديمة فورا، وموقف متعدد الطوابق مكان مبنى بريد المحرق الحالي، وسرعة تعمير الموقع المتضرر بالحريق في سوق المحرق، واستكمال الاحتياجات الضرورية لسوق المحرق من المرافق والخدمات كتهيئة طرقه وإنشاء استراحات لمرتدي السوق، وتوفير المرافق التي يحتاجها الزوار والمتبضعون، وتوفير أرض لفرع جامعة البحرين بالمحرق، وتهيئة حديقة المحرق الكبرى لتشكل متنفسا لأهالي المنطقة. كما وجه سموه إلى توسعة نطاق التجديد الحضري لمناطق المحرق على غرار تجربة حالة بومهر لتشمل المناطق القديمة الأخرى. فيما وجه سمو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تطوير شوارع الدير وسماهيج ومتابعة مشروع ساحل بستين العام. وقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ المشاريع أعلاه بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وحرصا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على متابعة المشاريع الحكومية والوقوف شخصيا على الموقف التنفيذي لها، فقد قام سموه صباح اليوم بزيارة إلى بلدية المحرق، حيث عقد سموه اجتماعا مع المسؤولين عن القطاعات الخدمية في الحكومة بحضور أعضاء مجلس بلدي المحرق. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تتصل باحتياجات المواطن ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأولوياتنا دائما تحقيق تطلعات ملكنا واحتياجات مواطنينا والسهر على تهيئة أفضل الخدمات الحكومية. وقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس بلدية المحرق سير العمل في المشروعات التي تنفذ في المحرق وأسباب تأخر بعضها، بالإضافة إلى عرض مفصل عن المشروعات قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تناول فيه الجوانب الفنية والقانونية التي حالت دون إتمام المشروعات في الوقت المرسوم لها. فيما تابع سموه المشروعات الإسكانية بالمحرق من خلال العرض الذي قدمه وزير الإسكان. وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق بين وزارة الإسكان والمجلس البلدي بالمحرق بخصوص بعض المشروعات الإسكانية في عراد والبستين والحد. من جهتهم أعرب السيد محمد آل سنان رئيس مجلس بلدية المحرق وأعضاء المجلس عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم سموه اللامحدود للمجالس البلدية، معربين عن الاعتزاز والامتنان لزيارة سموه لمجلس بلدية المحرق والتي تعكس حرص سموه على متابعة كافة المشروعات التنموية التي تهم المواطنين.